مدحولها عصب ايه كمورية دا سومالي لان مدني موسي بيح عبد ايا كورا لايشي وفود كسعودا دولد دا فدرالك ايتوبيا او سعودا الكوچوغي سومالي لان وحانا كورا كان لبقي سود كاه ديرد دا لغو ساري اسكاشيغا درالك سومالي لان ايتوبيا يسيدي لو كبعين لها خرومر كاي لبضان دل اسكا كاشدان وفود دا نوهر كاي وسيرك قاديد كي دولد دا فدرالك ايتوبيا احمد شده ايا سيقو تردير مدحوين بيح وقال ناغشي حرير كسو ترينك كرد حي دلك ايتوبيا ايا مشاريع ذا مفع عليه اي اي كوضا شاقيان لبدا الدولدود مركي وكولان كاسو قبق قبوبي وحاور باهنت الله اللي دكتر سعد علي شري وسير كعصوب اي وسارد دا اريمها الدبدا وهران حلك اوغو هاي حكومة دي مدحوين احمد محمد سيلانيو وحيوي مادين مدحوينها سلان يا همبليو مدحوينو سلان تيا همبليو دي وكاقبلي ونسو وحانو فرين ويهاليه قارسيو سلان ديران برايم ميستر كا انبا ريزر وزارها دولة دي توبية فدرال كا وحانو كنو حنو حسدي وحقيقيي ان هالكيا كاسي سعون دونتو ودا شاقين تيني واناكسينيد يوبا سوچرين كا هايد سفي عنا وانا رماع وقوضا هذا اللي ان شاء الله بلاغات كاين نهار كيبو كاسي سعون دونا يسوى سياد قريب وسيرك قاديد كدولة فدرال كيتوبيا احمد شدي ايا يري We have been represented in the swearing ceremony and we have conveyed the message of friendship and continuity in our comprehensive work which we are now embarked on. Ethiopia is very much interested in the development of Somaliland, in the development of Berbera Corridor, مدحونها عصوبة سومالي لان وحان اسنه همبليو آن وغسنه شعب جاية دولة فدرال كإيتوبيا people to people relationships, close ties with the people of Somaliland. And we have also growing trade with Somaliland. We have wide border with Somaliland. Excellency, several opportunities of discussion with our Prime Minister Hailemariam Desalegn and the exchanged views over their strategic intention. وحنو سيو ودي دونا مشاريع دا اي سومالي لان لو داكت ايتوبيا. And development of Somaliland is highly interlinked. And from our side, we have expressed our readiness and the willingness of Ethiopia's government to finalize all the related agreements related to port investment, to road development, as well as also to export of electricity to Somaliland by building a transmission line from Ethiopia to Somaliland. مدحوينها Somaliland مدنب موسى بيح عبدي وحا قلقو كل مكلا دول لقاتي وفود كسعودي دولة ديغان كسومالي دا إيتوبيا يدو لقاقا ودا حالي دانها كردحايا لبدا بلشو كو قلنول دل كسوماليلان يدو دولة ديغان كسومالي دا إيتوبيا وحانو مدحوينوه كل لقاتي كلاي حملة كسعودي ورقوباليت كإيقاد وحانا لقاقا ودا حالي كل مدى دمانتود حكومة دا مدحوين بيحي إيا سيدة أولو شاقين لهايين دلالك سومالي لان شارك الله ردوان عيديد إسماعيل أكيد إيا أحمد شامع فارح تلفيشا كقرن كتشموريه دا سومالي لان قصري قمدحتوي دا سومالي لان